صوبتيها قبل الماتش؟ اه قبل الماتش. كنتي كتوقعي اننا نربحو؟ اه كاين واحد الاحساس. احساس كيما كتشوفوا هديه لي حكيمي وزياش والركراكي كذلك. سير 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 اليوم. شنو كتقول لنا؟ شنو كتقول؟ ديما مغرب مزيانين عارفين يلعبوا شيكو مزيان. بارك الله فيك. زيفا لا دفا avec moi une façon avec la marocaine. Quand tu as envie, avec la marocaine, en fait, de soir, c'est la galère. T'es parti avec moi. C'est si tu en fais, elle est bien malade. Avec la marocaine, on dit avec mon centre, on dit avec la marocaine. Vive le Maroc! Vive le Maroc! Vive le Maghreb! مباشرة على سير الله يرضي عليك يا بونو والمرضي وابونو والمرضي مرحبا الثانية كذلك. مباشرة من الرباط كتواصل هذه الاحتفالات وكنشوفوا الجماهير اللي كتحتفل الان بهذه الطريقه الجميله. ديما المغرب تفرجتي الماتش؟ اه عجبك الماتش؟ اه شنو تقولي لنا؟ نقول فاش كنرجعوا ديما المغرب ديما المغرب وعشر مالك ديما المغرب شنو تقول؟ ديما المغرب ديما تربحوا ديما كنربحو ديما ان شاء الله في العالم ديالنا ديما ناخذو الكاس ان شاء الله راه في العالم ديالنا ديال المغرب جيبوا الكاس هاد العام وياه ضروري ديالنا ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله عليكم. شنو تقولي لنا؟ كنسكروا النصير على الجول ديالو وكنسكروا كاع اللعابه وكنسكروا الركراكي على التشجيع ديالو اللعابه. السلام عليكم. هنيئا لفوز المغرب. حنا فرحانين بزاف بزاف. الشعب كامل المغربي واقف معنا وكنشكروا الكراكي كنشكروا بزاف بزاف. لابوكا كنشكروا بزاف. ومن هذا المنبر كنشكر جوجي العزيز البرافة زهير عزيز علينا بزاف. رونالدو ماشي مشكل ما يبقاش فيك الحال. رونالدو ما يبقاش فيك الحال. معك جورجينا. شوف خويا رونالدو اسمعني خويا رونالدو احنا السبوعه احنا ما تنخافوش ما تنديكالوش فهمتيني. بمناسبه ديال هذا الفوز هذا اللي ربحنا على المنتخب البرتغالي تنبغيو نطلبوا منك السماحه خويا رونالدو ومره اخرى ان شاء الله نعاودوا عليك. عيان عيان شوف ما كاينش ديكالاج اخي وديما مغرب ديما مغرب والله يخلينا الوالده. شكرا. وكنسلم على بنتي سعاد في الامارات والله يجيبها على خير. احنا على ابواب نصف النهائي. شنو الربح ان شاء الله الربح. احنا لا نديرو كاس. اسمع اخي لافوكا سمعنا اسمع اخويا لافوكا تنبغي نقول خويا ريكراك احنا دايرين النيه. بلاتي احنا دايرين النيه وحنا معاك اخي راس لافوكا. اسمع ولكن شوف الله يرحم لك الوالدين غير هاد الكاس هادي وزيدوا في الزيت زيدوا في السكر زيدوا في اتاي ما عندناش مشكل. اليوم المنتخب المغربي ربح. حنا جايين من السله كنفوجوا هنايا في الرباط تنشوفوا سيدنا الملك الله ينصر سيدنا الملك وتنقولوا لفرنسا حنا مع فرنسا حنا جايين مبابي ما تتخلعناش مبابي ما كنخافوش. حنا تزادينا قباح. حنا ماشي قباح حنا تزادينا قباح. ربي بغانا المهم مغربي ديما عسكر كما شفتوا اليوم ربحنا عن جدارة واستحقاق وخا سكت لينا قلبنا بوخلال ولكن ماشي مشكل ماركه لينا على بلجيكا وان شاء الله فرنسا حنا جايين ومبابي ما غيخلعناش عاد عندنا الدواء ديالو وحكيمي وحنا جايين. الحمد لله على هذا الفوز هذا
وحنايا زعما كاين ما كنشوفوش الخصم ديالنا كما بغا يكون. يا بلاتي يكون يكون واعر يكون عين. حنا ما عندناش المشكل في الخصم، حنا عندنا المشكل ليكيب ديالنا خاصها تكون مزيانه. قد ما كانت مزيانه وغادا بحال هكا ديالنا عقلوا عليه واللي جاب بسم الله. تطالب تطالب من المغاربه اخويا، تطالب من المغاربه سيرني وتزوج بهنيه ديروا النيه واللي جاب بسم الله ما كنخافوا من حتى شي واحد. سيرني وتزوج بهنيه وي وي واللي ما تفوفا ماشي مغربي وي وي واللي ما تفوفا ماشي مغربي ديروا النيه وتكايسوا علينا تكايسوا علينا صحاب القهاوي كل مره غادي كيزيدوا بزاف. حنا وصلنا للفينال دابا خصنا نلعبوا على الكاس. لمسوش الكاس فانيا فرنسا الو الو وفرنسا وحنا جايين الو الو مبابي سايس غيقطعها فيك من الاخر. شوف شوف تنقولوا البيلوت ديالنا وديما خليك معانا ديما. حنا ديما مغربي شوف المجتمع المغرب حنايا كل نهار ماشي تشوفوا الاخوان ديما مغرب وفينا المغرب وديما فينال ديالنا. تحياتي هوتكم كنوجهوا واحد الرساله للزاكور الخوت ديديكاس لا 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 ديما مغرب لا 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 ديما مغرب. تحيه للوالد ديالي قال لي غنربحو ربحنا ديما عسكر ديما عسكر ديما جيش الملاكي وديما مغرب واخيلا ديدي كاس الزاكور ان شاء الله غالبي والله الا رشيديه 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 تحيه لمير وكم سنايبر والله الا الرجوله ايوا مشيش ماكدو على ود مراكش ماتش لايف جابو ماتش بو ماتش لعبو المغرب المغرب ديما مغرب فيف لا مغرب. مبروك المغرب والله ينصر عاش الملك الله ينصر سيدنا ومبروك عليهم فرحانين ديما مغرب وي تبارك الله عليكم. ديما مغرب ان شاء الله غادي نتلاقاو مع فرنسا في النصف حتى هي غادي نربحوها بواحد الزيرو ان شاء الله وغادي ندوزو للنهائي ان شاء الله نتلاقاو مع فرنسا وغادي نربحوهم حتى هما والكاس ان شاء الله في الجيب. وديما مغرب فيفا مروكو اليوم مبروك علينا الربح حنا فرحانين بزاف اخوشي وديما مغرب واو هاد العام هذا الكاس ديالنا ان شاء الله. تحيه شوله تاع كراش اولا بسم الله الرحمن الرحيم وكنبغي نشكر بابا وماما تحيه ود عكراش وعكراش الصيخ تبارك الله عليك سيدي كاس خويا اسامه تبارك الله على اسامه. حنا فرحانين بهذا بهذا الفوز هذا عرفتي راه ما قد هذا فرحه والحمد لله والله ينصر سيدنا هذا ما نقول فرحانين وتحيه لولاد عيال الشيك واحد نوجه الشغل الشاوي اسماعيل تيبيع لنا حلويات راهو اسماعيل الشاوي تيبيع لنا حلويات تيخلي من النشطه. كنشكروا الركراك على هذا الاداء وتشكروا بانون وضيامي وداري كنشكر الشديرة الشديرة خدتك الحمراء ودير معنا زوين تمنى يديرها في الفيلا ان شاء الله. كنطلبوا من السير الركراك يحيد لنا هذيك الشديرة وغنمشيو مزيان كنتمنى يا جماعة وديديكاس الولاد عكراش عون سينيرا لا فوكا لا فوكا ردوا فابا محمد الشاوي مازال طامعين مازال طامعين مازال طامعين وبونو وكاردي كاردي وعاود كاردي ومازال طامعين في الشر ان شاء الله. بارك الله عليك ان شاء الله والله الا شوف ديدي كاس الزاكوره ان شاء الله ديدي كاس الزاكوره غنجيبوها ان شاء الله فينال ديريك. وبالنسبه للمغرب الممثل الواحد اللي بقى من افريقيا ومن العرب تنتمناو الشرف العرب احسن تمشي له افريقيا احسن تمشي له وتنتمناو يزيد المزيد من التالق وما كرهناش كاع طامعين في الفينال وفي الكاس وعلاش لا حتى حنا نهزوها ان شاء الله. تحيه تحيه الله سيدنا والله ينصر سيدنا الملك محمد السادس ديما عسكر حريه ديما عسكر ديما مغرب ديما مغرب. الحمد لله عشان نشكروا اللعابه ديال المنتخب تنشكروا السي وليد الركراكي اللي بذل واحد المجهود كبير وديما مغرب ديما مغرب عاش محمد السادس الله ينصر سيدنا ان شاء الله. تحيه مغرب الدار المعاشر الاداره ديما مغرب ديما مغرب وكاس العالم في الجيب ديما مغرب ديما مغرب بما اننا
اسبانيا وبرتغال سلام فرنسا وو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 و
اللي كاين اللي حاح احمد سيتي عايش المغرب عايش المغرب عايش الملك عايش المغرب فيفا مراكو فيفا مريم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.